السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عالم نمبر 1 الكرام. اليوم جبت لكم فيديو جديد وهو كيفية الاعتناء بسمك الزينة. اليوم هحكي لكم عن أسرار كيف تعتني بسمك الزينة من دون أي أضرار. كتير ناس بتسألني كيف إنه سمك الزينة بقدر يعيش عندك لفترات طويلة من غير موت. أفضل حل لسمك الزينة وكيفية التعامل معه اتباع النصائح التالية، ألا وهي: أول نصيحة إنه يكون الحوض زي ما أنتم شايفين، يكون بعيداً عن متناول الأطفال، يعني على ارتفاع، ويكون مرتبط بالكهرباء بشكل متواصل بحيث إنه الفلاتر تكون بأي وقت يتم تشغيلها، لأنه السمك إذا انقطعت عليه الكهرباء بقل نسبة الأكسجين في الماء، وبالتالي السمك بيبدأ يصير عنده أمراض ومضاعفات ويصير فيه عنده انتفاخات. السر الثاني لازم أعتمده في التعامل مع السمك وهو تغيير المياه بنسبة 25% كل أسبوع، بنسبة 25% كل أسبوع. هذا السر بيجهله كثير من الناس، لازم أغير مية الحوض كل أسبوع بنسبة 25% عشان البيئة البيولوجية تاعت السمك ما يختلفش، خاصة إنه الحوض حوض السمك لازم يكون فيه بيئة بيولوجية. إيش المقصود بالبيئة البيولوجية؟ المقصود بالبيئة البيولوجية هي البيئة المتوافرة في المياه من بكتيريا نافعة، وهذه البكتيريا مهمتها القضاء على بقايا الطعام الزائد. السر الثالث ألا وهو عدم وضع اليد بشكل مباشر داخل الحوض، لأن اليد تحتوي على مسامات والمسامات فيها عرق، والعرق هذا ممكن يسبب في موت الأسماك. بالتالي يجب أن يكون الأدوات اللي عندي اللي بدي استخدمها في نشل الأسماك أدوات صحية. شبكة زي هاد، الشبكة زي هاد بقدر أنشل فيها السمك. السر الرابع اللي أحطه بالحسبان هو دائما الفلتر أغيره وجدده، بحيث أنه الاسفنجة تاعت الفلتر دائما أغسلها وأنظفها من بقايا الأوساخ وبقايا الطعام. كثير ناس بحطوا للسمك أكل من غير ما يراعوا ظروف السمك، بمعنى بفكر أنه كل ما يحط أكل أكثر كل ما السمك يكبر. لا، سمك الزينة هو السمك الوحيد اللي بتعامل معاه بكمية أكل قليلة جدا. مشاهدين الكرام، مشاهدين قناة عالم نمبر 1، في هذا الفيديو الرائع سنشاهد عدة أنواع من الأسماك ومن أهمها سمك الدينيس. فاليوم سأخذكم بجولة على مزرعة أسماك خاصة سمك الدينيس، وهذه المزرعة تعتبر من أكبر مزرعة أسماك موجودة في قطاع غزة وفي فلسطين عموما. وهذه الأسماك التي تعيش فيها يتم إمدادها من مياه البحر، حيث يتوافر فيها البيئة المناسبة لنمو الأسماك. وهذه الأسماك خاصة نوع الدينيس، وهذا النوع من الأسماك خصوصا يتواجد في المياه البحرية والمياه العذبة، وهذا السمك حساس لدرجات حرارة منخفضة ويتواجد في المناطق الأعشاب البحرية. وتعتبر أسماك الدينيس من آكلات اللحوم، حيث يتغذى بصفة أساسية على المحاريات. والأسماك الدينيس تتواجد في عمق 30 متر، وأحيانا الأسماك البالغة تتواجد في عمق 150 متر. وتعتبر أسماك الدينيس أسماك خنسة، حيث تكون في هذه المرحلة في حياتها خاصة في بدايتها ذكور خلال السنة الأولى أو الثانية، ثم تتحول إلى إناث في السنة الثانية أو الثالثة. وعملية تحول الجنس هذه تخضع لظروف بيئية واجتماعية، حيث يتم وضع البيض عادة في أكتوبر إلى وسنشاهد أيضا في هذا الفيديو الرائع كيف تم تقديم هذه السمكة خاصة سمكة الدينيس إلى الزبائن بعد شويها. وهذا المطعم يتبع إلى المزرعة التي رأيناها قبل قليل. شاهد الفيديو للنهاية وتابعنا. We'll be right back.
هذا وبارك الله فيكم، اشتركوا.